واحدة من آخر التحديات العراقية الكبرى هي انتخابات مجالس المحافظات، وإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين فتح باب التسجيل للتحالفات بين الأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات المجالس. فتحت باب التسجيل لهذه التحالفات بدءاً من 1 تموز المقبل لغاية يوم 30 من عنده. وبهذا المفوضية أطلقت شرارة هامة للجميع أن يستعدوا، فالسياقات مستمرة والانتخابات آتية. وإذا سوينا جردة سريعة راح نشوف أن المفوضية منحت إجازات ل 268 حزب جرى تسجيلها ككيانات سياسية، رغم أن العدد النهائي للأحزاب المسجلة قد يصل إلى حدود 280 حزب. لكن اللي يهمنا من كل هاي الأحزاب هي الأحزاب الحاكمة والمتحكمة بالمشهد، وبطليعتها أحزاب البيت الشيعي الإطار التنسيقي. شنو أشكال تحالفاتها ومدى التغيرات اللي طرأت عليها على كثرتها وتعدد قياداتها وزعاماتها وقواها النيابية والمناصبية؟ هذا اللي راح نستعرضه بالتفصيل المتاح، خاصة أن الكتل السياسية تستعد للمنافسة في الانتخابات المحلية لأول مرة من 2013، وقدامها تحديات داخلية وطموحات ثقيلة بين الصاعدين والمتراجعين والراغبين بصدارة المشهد، لو حتى المنسحبين العائدين. وما جعل الله لرجل من قلبين. الوقت اللي يستعد به مجلس الوزراء لاستضافة المفوضية باكر لحسم رئاسة مجلس المفوضين، اتضحت حتى الساعة 3 اتجاهات داخل الإطار التنسيقي للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. هاي الاتجاهات تشكلت وتبلورت وتخلقت بعد فشل مساعي أمين عام منظمة بدر هادي العامري بجمع الشركاء والدخول بقائمة واحدة. الاتجاه الأول هو تصميم نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون على النزول وحيداً مراهناً على رصيده الانتخابي، ومرشحين من العيار الثقيل في بغداد ومحافظات الوسط والمحافظات الجنوبية. قرب هذا الاتجاه وعلى خط تنافسي صاعد تستعد كتلة الصادقون بقيادة قيس الخزعلي مع حركة إرادة برئاسة النائبة حنان الفتلاوي تستعد للنزول معا في قائمة منفردة أيضا. أما الاتجاه الثالث فمرجح خروجه بتحالف حركة عطاء اللي يترأسها فالح الفياض مع عدد من الأجنحة السياسية للفصائل مع المستقلين برئاسة محسن المندلاوي. وهذا المحور راح نقدر نفرزه وبلمح البصر مع تسجيل التحالفات السياسية بداية الشهر الجاي. أما في القاع التسلسلي للقوى الانتخابية في الإطار التنسيقي فيبدو أنه أبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وهم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، كذلك النصر بزعامة حيدر العبادي، المجلس الأعلى بزعامة همام حمودي، ينضاف لهم العامر اللي ما حاسم أمره لحد الآن قد يخلقون اتجاه جديد أو راح يحسمون أمورهم بالالتحاق مع أحد الاتجاهات اللي ذكرناها، خاصة إذا عرفنا أنه بعض المحافظين المحسوبين على هذه القوى الحائرة حاولوا قيادة تكتلات جديدة لكنهم تخلوا عن هذه الفكرة بعد تهديدات بالإقالة. وأخيراً إذا خرجنا بعض الخطوات من الإطار التنسيقي سنرى جبالاً من الأسئلة. أين التيار الصدري من كل هذا؟
الجواب أن التيار عائد وليس شرطا أن يكون تيارا. يمكن إذا راهنا على مستوى الصراع والمفاجآت المتوقعة بانتخابات مجالس المحافظات ما راح نجانب الحقيقة إذا قلنا أنها مصحوبة بعاصفة متغيرات مختلفة يمكن راح تدفع الكثير من المتأرجحين والمتراجعة حظوظهم خارج معادلة المحافظات وتثبت موازين قوة جديدة بالمشهد بين الصراع الداخلي لزعامات الإطار للظفر بأكبر حصة من مجالس المحافظات الشيعية والتيار الصدري اللي ما يزال يرفع شعار عام التغيير هاي العاصفة المحتملة يمكن حتى تيار الفراتين التابع للسوداني استشعر قوتها وحسم أمره بعدم النزول في الانتخابات ويبدو أن تحت الرماد وميض وجمر يوشك أن يشتعل. السلام عليكم. أناقش هذا الملف مع ابن ديالة الباحث في الشأن السياسي إبراهيم السميداي وكذلك من الديالة مع النائب عن كتلة الصادقون أحمد الموسوي. حياكم الله ضيوف الكرام. يبدو أن أستاذ أحمد بعدما جاهز أنت محضر للسؤال الأول منتظرة ها؟ أنا أفضل منتظرة والله مشتاق لك الحمد لله تمام. أنا ما أعرف كل ما أريد أقاطع ترجعني لا لا تروح يا ابن شوفونا سيد احمد شباب روح بس يا ابن الحلوين ما تجي يا ابن حبيبي خلينا زين شلون نشوف المشهد يعني خلينا نقول الاطار التنسيقي امام كاميرتي ما واصله انا شو استاذ احمد يا له كاميرته ما واصله الاعداد ليش مفتوح عندي شلون تشوف المشهد اطار التنسيقي قوة تلفت تعرف أسباب ائتلافها وتوحدها وكذا الآن أمام تحدي هذا الإطار يعني جمهور الانتخابي واحد محافظات واحدة حس بالرضا بالتنافس هم يبدو ما راح يدخلون كإطار تنسيقي وجهود الحاجات العاملة فشلت بأنه يدخلون بقائمة واحدة شلون تقرأ المشهد؟ تحية لك أستاذ أحمد ولمشاهدي قناة يو تي في وللسيد أحمد الموسوي. إحنا في كل النظم اللي يفترض أن ديمقراطية أو هي ديمقراطية التداول السلم للسلطة تحل المشاكل بالانتخابات لكن في العراق أصبحت لدينا خشية وخوف أن ما بعد كل انتخابات مشكلة وما قبل كل انتخابات مشكلة. قطعا إذا نرجع إلى قراءة المتكسر في المشهد السياسي قوى الإطار التنسيقي هي دخلت في الانتخابات قوة متنافسة وسبب تنافسها فيما بينها أدى إلى ضعفها وخسارتها في الانتخابات أمام التيار الصدري بالتأكيد الرغبة في إفشال التحالف الثلاثي ورؤية مقتدى الصدر سمح السيد مقتدى الصدر للدولة جمعت هذه القوة مرة ثانية لكن يبدو لحد الآن بشكل واضح أن هناك تنافس وهواجس بين هذه القوى السياسية وبالتالي يعني أنا أعتقد أن فرصة ما بعد الانتخابات البرلمانية كان يفترض وتجربة حكومة من يقدر نسميه تفكك الإطار التنسيقي لأنه ليس تحالفا أصلا هو متحالف هو ليس تحالفا أصلا زين وكل قوة من هذه القوى المشكلة إليه تريد تبرز عضلاتها جمهورها تبين طموحاتها وتريد تنزل وحدها مثلا يعني بلا شك وتحديدا دولة القانون الصادقون أصابه الحق يعني هو بلا شك إحنا الآن في قوة صاعدة وفي قوة تقليدية تقليدية أو قوة خلينا نقول يعني أنت ما تقدر تقول إنه القوة التي شاخت في السن لأنه دولة القانون من القوة التقليدية التي لا تزال تتصدر في المشهد وتبحث عن صدارة وهذا ما يؤكد قولك أنها تريد أن تدخل لوحدها لكن أنا أشوف إنه
احنا بالنتيجة سيتحد القوم. اذا انا برأيي انه افضل الخيارات هو ان نشكل تيارين 3-4-5 للعراق بدل 280 تقريبا كتلة وحزب سياسي، بدل ما ان نرجع ونتنافس. ومن الممكن خارطة المحافظات كبيرة، الرؤية المنهجية على الاقل للاطار التناسي. إيه التحالفات في ظل الاعداد الجديدة لأعضاء مجالس المحافظات، كل محافظة 14 و15 و28، نعم، شو راح تصير صعوبة بالتحالفات؟ هي النتيجة، احنا عندنا هنا عملية اختبار قوة. الكل يبحث عن اختبار قوة، لكن اختبار القوة الآن احنا بالنتيجة نخاف أداء على الحكومة، أداء على الدولة، أداء على السلم الأهلي. احنا صارت بينا خوفة من الانتخابات بالتأكيد. يعني الله لا يعيدها، الله لا يعيد هذيك الأيام. انضم لي، خلينا نشوف، انضم لي استاذ أحمد. مرحبا بك يا سيد أحمد. أقول عصائب الحق كتلة صادقون حسمت أمرها بالدخول منفردة في انتخابات مجالس المحافظات، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك وللأخ العزيز أستاذ إبراهيم سميدة ولضيوف مشاهدي قناة. يعني إلى الآن تعرف أنه لا زالت المفاوضات مع كل القوى السياسية على النزول في الانتخابات المقبلة، ومن الممكن أن يكون هنالك تحالف أو تحالفين في الانتخابات، ولكن إلى الآن لم أو ثلاثة يتخذ أي من الأحزاب الموجودة أو ثلاثة. نعم، لا يوجد قرار نهائي في كل الأحزاب. سيد إبراهيم يسألك، مع التيار بدون التيار؟ ثلاثة بدون التيار، ثلاثة قوى الإطار التنسيقي. أيوة، تتجمعون كلكم يلا تصيرون بقد التيار. أي لا، الجمهور أوضح أن قوى الإطار التنسيقي لديها جمهور زين، وقواعد جماهيرية أضعاف أو ضعف الأخوة في التيار الصدري إذا ما اجتمعت، والدليل الانتخابات السابقة عدد الجماهير. لكن زين، الأمور الفنية وبعض العمل الذي حصل في مفاوضات الانتخابات السابقة، قانون الانتخابات، يعني كانت مرحلة حقيقة ما أعتقد أنه تعاد في زي هذه. خلينا نغادرها، الله لا يعيدها، مثل ما قلت الأستاذ إبراهيم. أقول أنه أصبح واضح أنه المفوضية أعلنت اليوم أنه شهر التحالفات واستلام وتسجيل الائتلافات هو شهر تموز، 1/7 إلى 31 أو إلى 30. صحيح ممكن بالربع ساعة الأخيرة قبل تقديم نهاية، قبل تقديم الأوراق ممكن يتغير كل شيء، بس واضح الأمور وين متجهة. واضح السيد المالكي وإتلاف دولة القانون من البداية وصرح علنا أنه ما يريد يفوت إلا وحده ونجتمع لاحقا، كذلك عصائب الحق واضح توجههم، شوية منتعشين بعض صعودهم الأخير، واضح أنه قوة أخرى تأتلف من أجل أن نشكل اتجاه ثالث. سعد أحمد، يعني استاذ أحمد، إحنا تعرف القوى السياسية اللي موجودة، نتحدث عن المكون الشيعي والأحزاب الموجودة. أي إحنا اليوم حلقتنا عن المكون، باكر احتمال نأخذ المكون السني ومحافظاته، واحتمال نأخذ أيضا المدنيين وشغلهم. اليوم بدينا بيكم الإطار التنسيق، غيرتم الولد مثل ما تقولون. نعم، هنالك أحزاب حقيقة يعني تقليدية، هنالك أحزاب صاعدة، هنالك قوى جديدة تحاول أن تثبت وجودها من خلال الانتخابات المقبلة، وهذا حق مشروع لكل الأحزاب السياسية. حركة عصائب الحق أو كتلة الصادقون لديها مشروع سياسي، وهذا الأمر لا يخفى على أحد. لدينا طموح سياسي ومن حقنا أن يكون لدينا طموح سياسي، ولكن أحرص جهة على أن يكون هنالك تحالف بين القوى والإطار التنسيقي هي كتلة الصادقون. لا، كتلة دائما بدو. ما حاول سماحة الأمين العام، لا، الحاج عادل العامري أحرص واحد. هسه الدوافع ما نعرفها، يجوز يقول لك أنا وضعي مو زين إذا أنزل وحدي، خل أجمعهم بلكي يعينوني، يعني رجال كبرت زين. بالنتيجة الأحرص على أنه الإطار ينزل وحده هو الحاج هاد العامري وبدر، بس لا، أنتوا ناوين، هاي معلومات من داخل اجتماعات الإطار الأسبوعية. لا، نحن وبدر إن شاء الله تعالى حالة واحدة، يعني حاج هاد العامري وسماحة الأمين العام الشيخ قيس القزعلي هم متفاهمين جدا ولديهم تقارب كبير في الرؤى. الفتح أصبح من الماضي، يعني هسه ممكن يعاد الفتح بعد، حتى الآن ما أي يجوز تعيدوه بالبرلمانية. بالنتيجة تفضل. بالنتيجة أستاذ أحمد، حركة صادقون أو كتلة صادقون لديها حرص كبير على
الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي، وقد يكون هنالك خطوة تكتيكية في الانتخاب. قائمتين وقد يكون ثلاث قوائم، ومن ثم يكون هنالك تحالف في مجالس المحافظات. طبيعي جدا هذا الموضوع. هذه القضية يعني قضية مرهونة بالوضع الفني، الحسابات الفنية في هذا القانون هي التي ستفرض نفسها في الانتخابات. إذا ما كانت المصلحة تقتضي النزول بقائمة واحدة وتحالف واحد، فأكيد والله مو بس الفني، مو بس الفنية، حتى الطائفية إذا تسمح لي. يعني أنتم بصلاح الدين إطار تنسيقي، كل الأحزاب الشيعية متفقة تنزل بصلاح الدين بقائمة واحدة، وكذلك الأمر في الموصل، وكذلك الأمر ربما في ديالة. هذا أكو معايير، لكن هناك محافظاتكم لا صير لا سمح الله بالسجاجين. في محافظة صلاح الدين، في محافظة الموصل، نعمل على أن تكون هنالك قائمة وطنية بعيدة عن البعد الطائف. وبدأنا بخطوات يعني تقدمنا بها كثيرا في محافظة ديالة حتى تكون هذه القائمة قائمة وطنية، والابتعاد عن التوجه الطائف. وإن شاء الله تعالى ننجح في ذلك. هذا مشروع كبير يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى عمل وتقديم المصلحة العامة على كل المصالح. فإن شاء الله تعالى يعني ستكون هذه الانتخابات في لدى الصادقون برنامج ورؤية قد تختلف من الأحزاب التقليدية السابقة إن شاء الله. واضح واضح. أستاذ إبراهيم، شوف، واحدة من ملامح، واحدة من مظاهر قوة الإطار التنسيقي ومساكب بالسلطة، تخيل محافظين ناجحين ناجحين وعندهم جمهور، فكروا أن يسوون قوائم محلية يضغطون عليهم بطريقة أو بأخرى. تعال عمي، لو تجي تلتحق ويانا وتصير تحت جناحنا وقائمتك وجمهورك، ان زين، وخيمتك او وغيمتك تمطر، ويا غيمتنا بنفس على نفس القاع، لا والله ترى تقال، وما لك فرصه بعد الانتخابات انه ترجع محافظ بهالطريقه. هاي جبروا ثلاث محافظين تقريبا بهالطريقه، الكوت والبصره والرابع الثالث واسط والبصره والثالث. اي بعد منو عندك معلومات؟ طب انا ايش بس هي لانه المحافظين اللي تنطبق عليهم شروط النجاح والاداء وبناء الجمهور. شوف، احنا اكو جانبين استاذ احمد للموضوع. يعني الجانب الاول انه القوى السياسيه مو منظمات خيريه بالتاكيد، زين، وخصوصا اذا كانت هذه القوى السياسيه هي التي تشكل الائتلاف الحاكم، هذا منطق سياسي واضح. الجانب الثاني انه السادة المحافظين الان هم لديهم وجود في المحافظات، بعضهم باستحقاق انتهى، وبعضهم لربما لديهم نوع من التوازن السياسي الذي يحفظ وجود استحقاقهم. لكن بالتأكيد القوى السياسية لا يمكن ان تسمح، لا اعتقد ان هناك ديمقراطية تسمح لمحافظ يستغل السلطة وقد يحصد على الأقل ثلث الأصوات صافية له ويهدد نفوذها السياسي وهي تحكم بمعادلة الدولة. هذا الفراغ منين يأتي؟ يأتي من أن رئيس الحكومة نفسه هو لربما ممنوع من دخول الانتخابات أو لا يفكر أن يدخل فيها. قراها صح، قراها صح، ما راح يدخل. لا لا بالتأكيد الأفضل، الأفضل جدا لرئيس الحكومة أن يبتعد عن هذه الانتخابات. لذلك علما هو عضو، يعني هو عضو إطار تنسيقي، يعني كتلة تيار الفراتين هي عضو إطار تنسيقي، يمكن عدة ثلاث أربع نواب داخل الإطار. مع ذلك يعني ما مفكر يدخل الانتخابات. أنا أعتقد ويجوز هم جبروا على حشايتك. أنا لا ممكن، شوف ممكن أنا اليوم لو أريد أصير محمد شاه السوداني أقول للقوى السياسية تعالوا دخلوني في كل تحالف تدخلون بي أنطيكم قوة رافعة زائدة لكم. لكن أنا أعتقد احتجابه أو امتناعه عن الانتخابات هو حياد يضمن حق الغائب المهم في المعادلة الشيعية وهو التيار الصدري، المعادلة الشيعية والوطنية. زين، يا غائب، ها يا غائب، لحد الآن غائب. ده يشتغلون، أكيد يشتغلون، دعتك الماكينة تشتغل أكيد، وراح يفاجئون الإطار، سيكون هناك علمونا أنه ماكينتهم انتخابية ذكية، جمهورهم كتلة. هسه بعيدا عن السيد، السيد قال ما له علاقة، بس لا أحكي كتيار. لا أنا أعتقد إحنا لحد الآن داخلين وبقوة بانتخابات مجالس المحافظات وغذا مني. شوف أنا أعتقد ويمكن الكثير من الناس تعتقد أن واحدة من أفضل، إن لم تكن من أفضل حكومات بعد 2003 حكومة السيد محمد شاه السوداني.
دوخة صفية راسنا ما لها علاقة بالصراع السياسي، ما داخل بأي صراع سياسي، حكومة خدمة وعمل. وبالتالي أنت لحد الآن نحن نعتقد أن هناك مظهر مشوه للإدارة السياسية للبلد بغياب التيار الصدري. هذا التشوه إذا استمر بغياب التيار الصدري ستنتج مشكلة، هناك ثقب أسود كبير لن يحل إلا بوجود التيار الصدري. وبالتالي عودة التيار الصدري مهمة جدا، وأنا أعتقد أن سيكون من أكبر الأخطاء السياسية إن طبعاً أنا مو ذاك إبراهيم المحلل أحكي بكيف، يريد أظل على حياد مطلق، لأنه مرات أنت تحكي تأخذك عاطفة قد تحسبك على طرف على أي حال. إذا أنا أعتقد ستكون أكبر كارثة إذا بحق الجمهور وبحق الوطنية للتيار الصدري إذا ابتعد عن انتخابات مجالس المحافظات، لأنها هي نعرف أنه إعادة توزيع وضبط للوزن السياسي بانتظار الانتخابات البرلمانية على كل مشاكلها. ولا حد يقول لي انتخابات مجالس المحافظات مو مهمة، أبدا. إحنا نظام فدرالي سلطة لا مركزية بمحافظات، أنا أعتقد أن التوازن بين شلون مهمة حتى تشكيل كل الحكومات، المحافظات اللي ثقل بالمفاوضات بالحكومات أخذ هاي الوزارة وانطي فلان محافظة. بالتأكيد هذا إذا سلطة الغنائم. إحنا نريد منهج السوداني الذي يمشي، منهج الخدمة مو منهج يعني هسه أنا أريد أقول أنه نعم كنا لاحظنا ارتياح لدينا لغياب مجالس المحافظات الكبيرة، لأنه على الأقل هسه حتى إذا المحافظ مو ناجح أو فاسد، ففاسد واحد أكثر من أفضل من مجموعة كثيرة من الفاسدين، أكثر من أفضل بكثير من مجموعة من الفاشلين. الآن تكثيف مجالس المحافظات مع وجود حكومة خدمة سيفترض أن تكون هناك أيضا محافظات خدمة، خصوصا وأنها إحنا عندنا راح يصير عندنا اختبار مستمر. أحمد اللي يريد يعترف واللي يريد ما يعترف، إحنا خرجنا من الطائفية، خرجنا ولن نعود. ما عليك يسوون قائمة وطنية، ما يسوون قائمة وطنية، يتحدون هنا يختلفون هنا، إحنا خرجنا من الطائفية. اليوم المعادلة معادلة سياسية مطلقة في المكون الشيعي، في المكون السني، وفي المكون الكردي. وبالتالي اليوم التنافس على أساس اختبار للقوى الذاتية الحزبية نفسها والقوى السياسية بدون 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 أي عوامل أخرى. زين أستاذ أحمد، أسأل عن القوى يعني المشكلة للإطار، القوى الأخرى، عن قوى الدولة، الحكمة، النصر، الفضيلة، خلنا نقول لأن عطاء والمستقلين ومجموعة خلص ما أقدر أقول مجموعة الحشد، مجموعة شو أسميها، فالمجموعة والمستقلين، هاي الابتسامة تأكد لي معلومتي أو تعزز لي معلومتي، أنا متأكد منها. أيضا هذا كتلة يبقى بس عندنا خلنا نسميهم اللي انكسروا بالانتخابات الأخيرة، قوى الدولة، ائتلاف النصر والحكمة ونوعا ما الفضيلة، شنو أخبارهم باعتقادك؟ وين راح يلتحقون؟ أستاذ أحمد، وجود الإخوة في الإطار التنسيقي كلهم أصحاب رأي، ولا يمكن اليوم القوة اللي تمتلك قوة في الإطار التنسيقي أن تتخلى عن القوى الأخرى. إذا كانت الفضيلة أو الحكمة لديهم رموز، لديهم شخصيات محترمة ولديهم تأثير في الوضع السياسي، وأكيدا الرمزية مثلا لتيار الحكمة التي يتمتع بها سماحة السيد عمار الحكيم تفرض نفسها على باقي القوى السياسية أن يكون هنالك تحالف معه، وكذلك الأخوة في النصر والأخوة في الفضيلة. يعني اليوم أنا أعتقد أنه الجميع في الإطار التنسيقي يبحث عن كتلة تمثل الطيف الشيعي حتى يمكن أن يبرز نفسه للجمهور أنه يمثل الثقل الأكبر، حتى إذا كانت هذه القوى أوزانها ليس بالمستوى الذي يفكر به الآخرون، ولكن هي مؤثرة أكيداً في الخطاب عندما يكون هناك انتخابات ويوجه خطاب إلى الجمهور. فالجميع يبحث على أكبر تكتل في هذه الانتخابات لكي يمثل المكون الأكبر، وبالتالي يعطي يعني رسائل إلى الجمهور بأنه الثقل الأكبر. وهذه الانتخابات تعلم جميع الانتخابات تعتمد على الخطاب وتعتمد على أن من الذي سيمثل حقوق المكون أو حقوق الجماهير. خطاب أكيدا يستعمل من أجل كسب أصوات. إحنا هنا خلنا نأكد حقيقة أستاذ أحمد، أنه
انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن انتخابات البرلمانية، يعني قد يكون لكل محافظة خارطة انتخابية معينة، وقد يتفق الإطار صحيح. في كل محافظة اتفاق يخص هذه المحافظة، كل واحد وثقله ووضعه وجماهيره، وممكن نشوف يعني ما راح نشوف حد قاطع انه لا والله عصائب اهل الحق نزلت وحدها في كل محافظات وما تشتركت مع الاخرين. نحكي عن الاطار العام الشكل العام انه لا اكو نوع من الزهو عند دولة القانون ونوع من الزهو عند العصائب والبقية ديلملمون من اوراقهم. يعني هو قد تكون هنالك قائمتين، قائمة تمثل صادقون ومن يكون قريب من توجهاتهم ويتفاهم معهم، وقد يكون هنالك قائمة أخرى. بالنتيجة أنه الأمر إلى الآن لم يحسن ولم يتخذ أي من الأحزاب. لا المحسوم أنه سيد نور المالكي قال لهم إذا تردون تجون وياي فأنا تنزلون أعضاء بدولة القانون، مو بغير التحالف، أنا رئيس ائتلاف دولة القانون تجون وياي أعضاء أطراف، لكن يبقى دولة القانون. يعني اليوم من حق وهذا شرطكم عامة صادقون تجون ويانا صادقون هذا شرطكم. لا طيب منين جايب هاي السؤال أستاذ أحمد؟ من يمكم والله ماكو يشطرح يعني بالعمل السياسي، هنالك تفاهمات بين القوى السياسية، وأكيدا يعني كل حزب سياسي يتحدث بما يملك من قاعدة جماهيرية، من مقاعد، من تأثير في القرار السياسي، وبالتالي كل القوى السياسية محترمة. الصادقون لا تنظر إلى الأحزاب وفق الأثقال الموجودة إذا كانت عدد مقاعد، وإنما ننظر إليهم جميعا شركاء في العملية السياسية، وعلينا أن نخرج من هذه الانتخابات بنتائج ترضي الجماهير وتحقق ما نطمح إليه في المرحلة المقبلة. نظرتكم إلى الآن يعني نظرتكم لعودة التيار الصدري المرتقبة بالانتخابات سواء بشكل علني بذكائهم ماكنتهم انتخابية بطريقة أو بأخرى، شنو نظرتكم لهذا الدخول؟ مدى تأثيره على الساحة؟ يعني مهما كانت عودة الأخوة في التيار الصدري سيكون في حجمهم الطبيعي، لا يوجد أي تخوف من عودة الأخوة في التيار الصدري، بالعكس هم شركاء لنا في العمل السياسي ولدينا تواصل وعلاقات مع الأخوة في التيار طيبة. عودتهم أكيدا ستكون في هذه الانتخابات وفق حجم التيار الصدري المعروف في كل الانتخابات، بخلاف ما كانت النتيجة في الانتخابات السابقة. القانون الانتخابي واضح، يعني سيفرض واقع لا نقول جديد، وإنما الواقع السابق الذي حدد كل جهة سياسية مقاعدها وثقلها السياسي في المحافظات. زين ليش هذا موقفكم موقف الإطار كل أطراف الإطار من بعض المحافظين اللي فكروا أن ينزلون بقوائم محلية وأجبرتوهم أن ينضون تحت جناح الإطار التنسيقي؟ لا بالتالي هم أغلب المحافظين ينتمون إلى جهات سياسية موجودة في الإطار التنسيق، واليوم تعرف أنه اليوم الجهة التي مكنت المحافظ الفلاني هي موجودة في الإطار التنسيقي، ليس من حق المحافظ أن يتمرد على هذه الجهة وأن يقوم بتشكيل قائمة ويوجد مثلا تكتل جديد يمثل المحافظ. قوة المحافظ، وجود المحافظ جاءت من خلال حزب سياسي أعطاه هذه الصبغة السياسية ومكنه أن يكون ممثل عن هذه الجهة في محافظة معينة. وتعلمون هذا الأمر لا يمكن أن تسمح به الأحزاب السياسية مثلا اليوم للمحافظين أن يأخذوا أكثر مما أعطت لهم الأحزاب، وهذا من حق الأحزاب. أنا أعتقد أنه اليوم هذا المحافظ هو يمثل حزب، فنجاحه يعتبر نجاح الحزب، فشله يعتبر فشل الحزب. أما أن يكون في النجاح يمثل نفسه وفي الفشل يمثل الكتلة السياسية، فأنا أعتقد هذا منطق غير مقبول في العمل السياسي. واضح. الختام وياك سيد إبراهيم، وأقول انتخابات إن شاء الله صايرة، باكر رئيس وزراء عنده اجتماع مع المفوضية حتى يحسمون من هو رئيس مجلس المفوضين الجديد، من هو رئيس الإدارة الانتخابية الجديد، يعني حتى يفضون هذا الموضوع. والجدول واضح، يعني جدول عملياتي مع المفوضية من قالوا 1/7 إلى 31/7 تسجيل التحالفات، ومن قالوا الانتخابات مناسبة 18 راح يصير انتخابات، و 18/12 أيضا تم الاتفاق عليه، واضح رايحين. أريد تصوراتك لشكل المحافظات، الأداء مال الحكومات المحلية بعد انتخابات
يعود قد يعود بها بشكل كبير يعود بها التيار الصدري. يعني شوف احنا خلينا نعترف انه الفترة اللي شهدت عدم وجود مجالس محافظات في كل الاحوال ادت الى نوع من تقدم الخدمة في المحافظات بشكل عام. وقلنا ليش؟ يعني للاسف ماكو عراقيل، ماكو عراقيل، وكان كان صراع المغانم اكثر من صراع الخدمة. اي المحافظ الشاطر قدر يسوي شغل بهاي فترة الغياب بالتاكيد. الان عودة المجالس مكثفة، أنا أعتقد أنه هي فكرة الإطار التنسيقي وفكرة إدارة الدولة هي تقريبا هناك اتفاق ضمني أو اتفاق علني على تأجيل الخلافات السياسية والتوجه إلى تشكيل حكومة خدمة. واضح أن حكومة الخدمة إحنا راح نشوفها بس تنطلق الموازنة ستبدأ في حملة إعمار وبناء قد تكون الأكبر من عام 1980 لحد الآن بشكل واضح المعلن، مخططات الطرق والجسور وفي كل مكان. بالتزامن بالتأكيد لن تكون المحافظات بعيدة عن هذه عن هذا الأداء. فأنا أعتقد إذا رجعت الأحزاب إلى أن تكون المحافظات هي محافظات مغانم والاستئثار بالسلطة وصراعات المغانم، بالتأكيد سأتوقع أن يخسر الجميع خسارة كبيرة في الانتخابات البرلمانية. سيعاقب المحافظ الذي لن ينتج سواء هو أو التحالف الذي أتى به سيعاقب عقابا شديدا من الجمهور بالانتخابات البرلمانية. بالانتخابات البرلمانية طبعا، لكن بالتأكيد الأمر يتوقف على طبيعة شكل ونوع وعودة التيار الصدري. يعني هذه لحد الآن سأن يتفق وياك ويا أستاذ أحمد قد تكون ثلاث تحالفات ضمن قوى الإطار، قد تكون ثلاث تحالفات سنية بالتأكيد، يعني هم واضحة هاي نحشي بيها باكر لحد الآن نحشي بيها باكر. اليوم احنا أخذنا الإطار باكر نأخذ القوى السنية وبعد. بس أكو ملاحظة يعني أستاذ أحمد وأستاذ أحمد، القوى المقاطعة للانتخابات الآن هسه بعضها ما نحبها أساساً، يعني مثل ماكو مقاطعة، ماكو المدنيين أيضاً جاي يجمعون، دا يتجمعون الآن بقوة لا بعضهم أقول لك مثلاً ما نحبهم يعني زين، وعدهم تمويل قوي وعدهم سلطة قوية وعدهم رغبة قوية وعدهم عاجز. دخل 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 أضيف لك ذولا وعدهم تواصل مع التيار الصدري ذولا راح يشكلون معادلة قوة معادلة مدنية مع التيار الصدري، قوة مدنية رصينة مع التيار الصدري. يعني هي أكيد قوة مدنية رصينة، بس من قد ما أيست من القوة السياسية راحت على المبخوتين ودا تأخذ فلوس كبيرة جدا وفلوس موجودة. من هاي المصطلحات حتى من الآن بعض هسان لا تكلم، لا لا ما يخالف، حتى اللي تقصدهم الآن عندهم شغل يردون يدخلون. ما أعترض على العمل السياسي أني مؤمن اللي تقصدهم أنت اللي عندك عداوة شخصية وياهم اللي قالوا بالأسماء أهم جاي أهم جاي يستعدون وعندهم نية للدخول بالانتخابات. فالله عليهم خلي يزكون الفلوس اللي أخذوها. فالجماعة لا تستثنون هاي المعادلة من الوجود والتأثير. خليني أشكرك الباحث في الشأن السياسي إبراهيم الصميدعي، وكذلك أشكر من ديالك أنا مع النائب عن كتلة صادقون سيد أحمد موسى، وشكرا جزيلا لكم. اللي يريد شيء يعوف شيء، يعني اللي يريد العراق موحد وخالي من القنابل الموقوتة لازم يعوف كركوك ترجع لحالتها الطبيعية فيما يتعلق بالأراضي الزراعية وعقودها المسجلة من السبعينات. هذه هي فحوى رسالة هادي العامري اللي بعثها قبل أسبوع لوزارة الزراعة، ونسخة منها الرئيس الوزراء ومحافظ كركوك العامري اللي هو رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور، يقول انه يجب عدم تجديد عقود الاراضي الزراعية بكركوك للمواطنين العرب، وهذا الاجراء يستند الى قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 اللي الغى جميع قرارات لجنة شؤون الشمال المنبثقة عن مجلس قيادة الثورة بالنظام السابق، وهاي القرارات تتعلق بملكية وحق الانتفاع من الأراضي الزراعية غير العربية، وعلى أساسها تم التعاقد مع العرب بأواخر السبعينات. بالنتيجة توزعت الأراضي على عراقيين عرب من الوسط والجنوب في عملية ممنهجة لتغيير الواقع الديموغرافي في المحافظة وزيادة عدد العرب على حساب الكرد والتركمان. الموضوع يمثل مظلومية كردية تاريخية ويخص 1,200,000 دونم زراعي متنازع عليها، ورغم أنه أغلبها رجع لمستحقيها الكرد بالسنوات السابقة
إلا أن لجنة المادة 140 ورئيسها العامري تريد استكمال حل الخلافات بهاي المناطق وتنفذ مطالب الكرد اللي تم التوقيع عليها بائتلاف إدارة الدولة وعلى أساسها تشكلت الحكومة. بالنسبة لمكونات كركوك، النواب التركمان بالبرلمان يرفضون تطبيق المادة 140 من الدستور بدعوى أن الكرد أنفسهم مارسوا عملية تكريد ممنهجة ومعاكسة بعد 2003. التركمان حذروا من اندلاع حرب أهلية بكركوك بحال المضي بإجراءات تطبيق هاي المادة، وهذا هو نفس رأي عرب كركوك وطيف من الأحزاب الشيعية اللي تعتقد أن ضغوط الجانب الكردي لتفعيل المادة 140 الهدف منها هو الاستحواذ على الدجاجة اللي تبيض ذهب أسود. وإحنا نقول انسوا المادة 140 وتعاملوا مع الأمر الواقع وفق المعادلة التالية: تعريب كركوك ما قبل 2003 زائد تكريت كركوك ما بعد 2003 يساوي كركوك مدينة عراقية. ارضوا بهاي المعادلة الواقعية وإلا الوضع رايح لحرب أهلية. وبالتالي مثل ما قلنا بالبداية، اللي يريد شيء لازم يعوف شيء، أما اللي يريد كل شيء فأكيد راح يخسر كل شيء. أناقش هذا الملف من كركوك مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الكردستانية حسن الشيخاني، وكذلك من كركوك أيضا وعبر سكايب عضو لجنة تنفيذ المادة 140 رعد العاصي. حياكم الله ضيوف الكرام، وأبدي ويا أستاذ حسن الشيخاني وأقول حياك الله. أقول من المستحيل تنفيذ ما تبقى من فقرات في المادة 140 تخص عدم تجديد العقود الزراعية لمئات وربما عدة مئات من العوائل، ويجوز يوصل آلاف من العوائل العربية بغض النظر عن طريقة مجيئهم إلى كركوك وتوطينهم في كركوك. من المستحيل، ما أقول من الصعب، فليش نفتح على نفسنا هيك باب؟ تحياتي لك أستاذ أحمد. حياك الله أحمد. ملا طلال ابن ملا وملا زادة احنا نسميه ملا زادة، يعني بيهم الخير والبركة إن شاء الله، ملا زادة بالخير وعلى أهل كركوك جميعا إن شاء الله. هاي الآليان الإسلامي أول واحد يذكرني الملا إن شاء الله. تفضل. نحبك أستاذ أحمد، الله يوفق إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يبارك فيك. المهم أستاذ أحمد، إحنا نرجع للتاريخ قليلاً. تاريخ العراق بداية بدأت منذ 1921 عند إعلان أول دولة، يعني دولة العراق في 1921 في 21 آب في القاهرة. فبعد هذا يعني كان العراق متكونة من ولايتين، ولاية بغداد وولاية البصرة. بس آسف أني أسمع صوت مكرر، إذا الأخ المخرج يعالجوه هسه، يعالجوه هسه يعالجوه، بس أنا هم أريد منك حتى نستثمر الوقت لا ترجع للتاريخ. نظام البعث لازم نظام البعث، اسمح لي، نظام البعث من أجل زيادة أعداد العرب مقابل الكرد والتركمان قام ب تعريب، محاولة تعريب كركوك، ونقل نفوس ونقل وانطى امتيازات وانطى قطع أراضي وانطى فلوس، بس تعال وانطى مزارع وانطى كذا، بس تعالوا سكنوا بكركوك. واضح الكرد بعد 2003 أنا أريد أوصل جو بموجة عكسية. أنا بدي أوصل لهاي النقطة. اليوم السيد هادي العامري يدز كتاب، أو قبل 6 أيام اليوم يلا عرفنا به، يدز كتاب الى استاذ احمد وزير الزراعه، ونسخه منه الى مكتب رئيس الوزراء ويا معاذ كركوك البرنامج اكون مقدم يعني. لا لا عفوا تفضل. لا يجوز تجديد العقود، هاي ما تصير يا تفضل. ماكو ما يصير، اكو قانون، اكو دوله، واكو دستور. اخي العزيز، انا اريد اوصل رساله انه الكرد لم يكونوا جزءا اساسيا في بدايه تاسيس دوله العراق. في سنه 2021 كانت تاسيس دوله العراق، لكن في 1925 انضمت ولاية الموصل اللي كان مملكة كردستان
ولاية الموصل إلى دولة عراقية. وفي حينه 1922 عندما بدأ استفتاء الملك فيصل اللي هما العرب الشيعة والعرب السنة ما اتفقوا على ملك، جابوا ملك من السعودية ملك فيصل الأول على مود يكون ملك العراق. يعني بداية العراق كانت هكذا، يعني هكذا بداية العراق لم يكن الكرد، يعني الكرد خصوصية. حتى في حين أراد ملك فيصل أنه يشارك في استفتاء ليكون ملكا، بعث له تشرش الرسالة قالت حدودك إلى جبال حبرين، نحن نريد دولة عربية وليس إمبراطورية عراقية عربية. المهم بدأت سياسات تعسفية الشوفينية منذ 1963 وما بعد إلى 68 مثل ما تفضل جنابك، وهذه سياسات تعسفية أنتجت ترحيل ما يقارب من 4000 مدينة وتدمير قراهم وتهجير الآلاف والتغيير السياسي السكاني والإداري داخل كركو. يعني احنا كان لنا 4 أقضياء كاملة هم أكراد ما عدا كفري شويبية من الأخوة التركمان، شمشمال كان تابع الكركو، كلار كفري دوس خرماتو يعني كان نسبة الأكثر. لكن هسه بعد 2003 رجعوا هذه موريس هذه السياسات أخ أحمد بحق الكرد، وهذه كمقدمة لهذا في علم المنطق، يعني مقدمة أولى سياسات تعسفية، مقدمة كل اللي تحكيه صح، مقدمة ثانية إنه كل اللي تحكيه صح. تم كتابة الدستور لحل هذه القضية بشكل ديمقراطي بشكل جيد جيد، ومن 2005 لحد الآن بدأ تطبيق النظام وكثير الناس رجعت نقلت نفوسها وباعت بيوتها ورجعت المحافظات القديمة. لكن مو تروح تتحارش لي بالعبيد، العبيد اللي صدام حسين ما تحارش بيهم، تدري من يطلع بعد منك؟ من ينتهي القيعان؟ والله لا، من ينتهي القيعان اللي من ينتهي القيعان اللي تنبت زلم عن القيعان وصار وصار 50 و60 سنة جاي يزرعون بيها، غير اكو سياسيين قادة بلد يفكرون بواقع. إن شاء الله ما يصير، مستحيل، ما صار له حل. بس انت انطيني مجال يا احمد. لا خلي اروح، خلي اروح استاذ رعد العاصي يا ام، خلينا نروح السيد رعد العاصي واسلم ملازاده، بس انطيني مجال. لا عفوا عفوا عفوا، هسه 10 دقائق بس وياك اذا تسمعني. سيد رعد العاصي، شيخ رعد، اريد اعرف واضح جدا انتم تعرفون كل زين شو تجيتوا هالمنطقه، كل زين تعرفون شو تجيتوا، وكل زين شلون تعرفون شلون جيتوا. احترامنا العشائر العبيد اللي جبور، بقيه العشائر اللي سكنت في هذه المنطقه نتيجه الامتيازات اللي منحت، وتعرف أهل المنطقة وملاك الأراضي الحقيقيين منو؟ من الكرد، أيضا مو من الأنصاف، من حقهم لا، وعندهم مادة قانونية ودستورية أقرها الدستور العراقي واستفتى عليها الشعب العراقي، فما معقولة هاي طريقة التعنت بإرجاع الحق لأهله. صادرات، شكرا جزيلا على هاي المقدمة الكريمة، حياك الله. وتحية لك أستاذ أحمد العزيز، وتحية لضيفك الكريم. أولاً خلي أقول لك، أولاً ماكو أحد متفضل علينا بكل الحكومات السابقة على عبيد وعلى على قسم من العشائر الأخرى في وجودهم في كركوك وأطراف كركوك، هذا أولاً. ثانياً إحنا ورثنا هذا الأراضي، ويمكن الأخ الضيف والأخوة الكرد والتركمان يعرفون تاريخنا وتاريخ وجودنا، وبالذات بيت العاصي إلى حد هذا اليوم لم تمد أيدينا على دونم واحد، لا من على الأراضي الكرد ولا على التركمان. هذا حتى يكونوا بالصورة. وين هاي الأراضي المقصودة؟ 1,200,000 دونم يطالبوا عليها مشاكل، وين هاي الأراضي؟ مشروع الحويجة الروائي؟ لا منه؟ أستاذ أحمد، أولا مشروع الحويجة الروائي الآن، سابقا حتى قبل الاحتلال الأخوة الكرد والتركمان والعرب مستفادين من هذا المشروع. ومشروع الحويجة يمكن حتى نرجع إلى الوراء، في العهد الملكي اللي هو جدة العاصي أخرج هذا المشروع بإرادة ملكية في حينها. نحن نملك مقاطعات وحدودنا مع الأخوة الكرد والتركمان. هذه الأراضي أستاذ أحمد اللي مقصود بها، اللي هي ضمن يسمى الحزام الأمني، والتي بعد 2003 تم تهجير كل الذين استلموا هذه الأراضي سواء بوجه حق أو غير حق. وأنا شخصيا ومن معي طرحنا هذا الموضوع، نحن نبحث عن حلول مرضية لكل الأطراف
والسيد العامري في آخر الاجتماع لنا ختم الاجتماع قال العراق لا يتحمل المشاكل مرة أخرى، نحن نعطي حقوق الأخوة الكرد والتركمان وبالمقابل لا نخلق مشكلة مع الأخوة العرب. إذن هنالك أكو توازن في حل هذه المشكلة. زين إذا أكو توازن وإذا أكو طبعا أطراف كردية موجودة بلجنة المادة 100 تنفيذ المادة 140، إذا أكو توازن والكرد راضي بهذا الحل، وين المشكلة بعد؟ ليش هاي ردود الفعل؟ أستاذ أحمد، التاريخ وتوقيت الكتابة اليوم اللي صدر وأنا سجلت اعتراضي عليه بشكل رسمي باعتبار أني عضو لجنة بالمادة 140 وممثل المكون العربي، لأنه ما اتفق عليه أنه إحنا حتى نطبق هذه المواد اللي موجودة وهذه التعليمات علينا أن نوفر البديل حتى لا نقلق كركوك لا تتحمل المشاكل، والعراق ذاهب نحو الاستقرار، نحن نبحث عن الاستقرار في العراق اولا وفي كركوك ثانيا. ايش قد عدد العرب اللي راح يتاثرون بتنفيذ مضمون هذا الكتاب؟ انه لا تجددون عقودهم الزراعيه بالالاف. وهنالك تداخل في تطبيق القرارات استاذ احمد. موضوع قرارات لجنه شؤون الشمال شكل، وانا اتحدث عن العرب اهل كركوك اللي موجودين الان وساكنين ونفوسهم في كركوك، احنا ما نتحدث عن الاخوه العرب اللي هم نقلوا نفوسهم وراحوا واخذوا تعوير. أي. ابدا، لا، احنا نبحث عن ناس لديهم حقوق في هذه المحافظه، وعلينا ان نوازن بين تطبيق القرارات وبين حفظ حقوق الاخرين. زين، كل اللي اجوا العرب الان، العرب اللي اجوا وانتقلوا، واللي كان يا بس انقل نفوسك، هاي قطعه ارض، هذا قرض من العقاري، وروح ابني بيت وقعد بكركوك، اللي بدت تقريبا بعد 79 هاي الحمله اذا تذكرها، بس شبابنا بهالوقت هذا ما يذكروها، كلهم رجعوا؟ ما راجعين كلهم. الأستاذ أحمد، الدستور واضح والقرارات والقوانين اللي صدرت واضحة ومعلومة. زين، كل من يرغب في العودة إلى محافظته هنالك يقدم طلب للجنة المادة 140. حتى الأخوة السابقين اللي سبقوني الله يرحمه كان الأخ محمد خليل في هذا الموضوع. كلهم اللي قدموا طلب بإرادته ضمن القانون والدستور رجع وانطوا، ولو لحد الآن الحقوق اللي أعطت له في هذا الموضوع لحد الآن لم تصل منهم لا تعويض ولا غير التعويض. قسم من عندهم أولا لقلة الدعم المادي للجنة المادة 140، وكذلك عدم توفير أراضي سكنية في محافظاتهم اللي عادوا إلها. طيب، بالتالي الآخرين أرادوا أن يبقوا في هذه المحافظة، والدستور كفل هذا الموضوع. واضح. المواطن العراقي من حقه يسكن في كركوك وغير كركوك. طيب أستاذ حسن، إذا وين المشكلة؟ يعني شلون تقدر تهجر عراقي من مكانه إذا هو راغب، خاصة وأن الدستور والمادة 140 وتفاصيلها تقول لك لمن يرغب بالعودة، ومشكلة الأراضي الآن بقت يقول لك كم مشكلة، وسهلة أكو تفاهم بين العرب والتركمان والكرد، يصير تفاهم على هاي مشكلة الأراضي أحسن ما نروح إلى صدام يخص آلاف العوائل مثل ما قال سيد رحمة. بداية ماكو صدام إن شاء الله، لأن قضية دريقة الديمقراطية وتطبيق القوانين ماكو صدام. بداية تحياتي للشيخ رعد العاصي، جده الله يرحمه الشيخ ناظم العاص، هو الكتب بيان 11 آذار، وهذا نفتخر به وفخر لعائلة العاص الله يرحمه جده هذا الشيخ رعد، وهذه علاقات إن شاء الله نحاول تكون متطورة أكثر، وهذا تاريخ ذكر إن شاء الله. أخ أحمد، اتخذت السياسات التعسفية للنظام السابق محورين. محور أكو توجد قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة اللي كان بمثابة البرلمان تتعلق ب 300 ألف دونم، وقرار صادرة من مجلس الوزراء نظام السابق متعلقة ب 900 ألف دونم. إحنا نتكلم عن هذا، أما قضية عشيرة أو عبيد أو تميم أو جبور أو هذه مسائل احنا نطبقها وتكون بشكل سلس وتكون على ركائز 3: اولا تطبيق الدستور، ثانيا بالحوار والتفاهم، ثالثا مثل ما تفضل الشيخ تكون هناك تعويض، يعني توجد عوائل آتية. اسالك بالله، يعني الكرد ما تعسفوا بعد 2003؟ تكون وهسه حاليا الكرد ما تعسفوا بعد 2003 استاذ حسن؟ 2003 الكرد ما تعسفوا بتكريد كركوك بعد 2003؟
يعني المره اللي تطلق بمستشفى باربي اللي يجيبها الاسايش يخليها تولد بكركوك حتى يصير نفوسها مواليد كركوك. هاي من 2005 الى 2010. والله ما تعسفوا الكل. هذا كلام لا اعلامي ولا اكاديمي ولا لا لا شنو لا اعلامي هذا كلام لا شنو لا اعلام لا توجد توجد احصائيه 1957 اخي العزيز انت أي. انت اعلامي ولا تتكلم مو قضيه هذا مو اتجاه معاكس هذا اتجاه موافق انا والشيخ احنا هذا نقل حقائق استاذ حسن نقل حقائق رساله هذا البرنامج يقول لك كركوك للتآخي رساله هذا البرنامج مال كركوك مدينة للتآخي أكو واقع لا لا. نظام البعث وأنظمة قبله حاولوا يعربوها وما قدروا أنتوا حاولتوا تكردوها وما قدرتوا تعايشوا بها وتفاهموا ماكو غير حل لا لا قضية إرجاع عوائل كانت أنا تفضلت وتكلمت مع حضرتك قلت كانت توجد أربعة أقضية تابعة لكركوك إداريا رجعوا كلهم يعني عندهم الإحصاء 57 إلى كركوك هذه المسألة وإلا غير موجودة هذه وهذا الحمد لله قانون مجالس المحافظات هذه المرة ذكر فيها إحصاء 57 تكون أساس لتدقيق سجل الناخبين هذه واحدة ثانيا الميزانية المتعلقة 100 مليار دينار لتعويض لتطبيق المادة 140 يعني ليش يعني هناك مخصص ميزانية ليش يعني هباء أن يطرح شيء بلا لا لا أكو هناك حوار وتفاهم ودستور وتكون تعويض المتضررين وهذه الحمد لله يعني وصلتني رسائل من العوائل العربيه والاخوه العرب يعني الحمد لله انه تكون هناك تعويض للاخوه على مود تكون هناك تفاهم ل ل ل لارجاع هذه الحقول لاهلها انت اخي يعني مليون و200 الف دونم يعني لمن كانت يعني سابقا اوكي تعويض اراضي ما عندنا علاقه ويا هذا فلاح هذا فلاح لازم تعويض أراضي. اراضي اذا طبقت أخ أحمد إذا طبقت هذا مثل ما قام به اليوم أستاذ هذا العامري يعني هذا من هو رئيس لجنة المادة 140 هذا من مهامه والرجل لا ما يخالف على العين وعلى الرأس حجي هادي بس هو غير يعوض الناس يلا يمنع تجديد عقودهم إحنا هم نقول يعوض ناس تطبيق الدستور بالحوار والتفاهم والتعويض هاي ثلاث مراحل والعراق يعني جميعا مبنية على أسس الشراكه والتوازن والتوافق واضح يعني ليش الاخوه العرب الفلسطينيين بس اوصل هاي الرساله ليش الاخوه العرب الفلسطينيين هم مسلمين يريدون الحوار يعني مقابل الارض مقابل السلام ليش احنا ويا العرب ويا التركمان من حاول هذا ويا كلنا مسلمين الحمد لله هي يعني الفلسطينيين ورا 70 سنه ضايم يلا قاموا يدرون ذن السوالف خليني اختم يا استاذ رعد واقول لا حتى لو بعد سنه المهم استاذ رعد والله حل منطقي حل منطقي وتكون بحوار عفوا استاذ رعد حل منطقي هذا اذا مو حوار وتفاهم ما ترهم اثنين انا استغرب من عضو لجنه تطبيق الماده 140 وما يعرف بالكتاب صادر اثنين ثلاثه ليش ما تشتغلون على تعويض اللي راح يتضرر من اعاده الاراضي للكرد اعوض اول مره يلا اروح عدم ما اجدد العقد مالته يعني هذا المنطقي يقول استاذ احمد اخر اجتماع كان لنا لجنة المادة 140 واللي ختمها بها السيدة العامري أنا أكو نقاش ونقاش كثير وأنا اللي ناقشت تقريبا 6-7 فقرات آخرها أنه إحنا يجب علينا إذا طبقنا هذا القرارات لا نخلق مشكلة بالتالي الشخص اللي تسحب من عنده العرض أو عقده علينا أن نعوضه في عقد زراعي أو بأرض سكنية أو بمبلغ مال مجزي للتعويض هذا واحد اثنين أنا الكتاب اليوم اللي صدر أرسل لي الرجل سكرتير اللجنة فورا أنا أرسلت مذكرة اعتراض على هذا الكتاب مو حتى اعترض على تنفيذ هذا البنود لكن الاتفاق كان على أنه إحنا إذا أريد نطبق هذا التعليمات أو هذا القانون أو هذا القرار علينا أن بالمقابل أن نعوض الأشخاص المتضررين من جراء هذا العمل الله يطبكم برحمان عربا وكردا وتركمان في كركوك خليني أشكرك كنت معي من كركوك وعبر سكايب عضو لجنة تنفيذ المادة 140 الشيخ رعد العاسي كذلك أشكر موصول إلى عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الكردستانية حسن الشيخاني شكرا لكم مشاهدينا الكرام نشوفكم باكر إن شاء الله